أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول أحسن الله إليك: هل تعتبر الزخارف التي في فرش المسجد من الزخرفة المنهي عنها، علما بأنها تشغل المصلي أكثر من الزخرفة التي على الجدران، لأن المصلي دائما يكون في نظره إلى محل سجوده؟ نعم، ينبغي أن لا يكون في الفرش زخارف أو رسومات تشغل المصلي، تكون عادية. ولو كانت إنها بدون رسومات أصلا، لو كانت خالية من الرسومات كان أحسن. أما الرسومات اليسيرة والعادية هذه لا تضر، لكن الرسومات اللي تلفت النظر هذه تكره. نعم.